أما الآن نذهب إلى الموضة، حيث قدم المصمم اللبناني زهير مراد مجموعته الجديدة للشتاء والخريف القادمين بحضور الكثير من نجوم العالم، مجموعة مستوحاة من عالم التبصير والأبراج. حضر العرض لاعب كرة القدم برازيلي دانيال ألفيس، وزميل ليث بازاري كان هناك وأعد التقرير التالي. عالم التنجيم والأبراج كان المصدر الرئيسي لأفكار عرض أزياء المصمم اللبناني زهير مراد ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الباريسي. ترجم بطريقة كتير إذا بدك ارتيزانال، لأنه إذا مثل ما منشوف الرموز نحن والسيمبولز الموجودين كان التارو ولا بالفلك ولا بالخرايط الفلكية ولا بالأبراج ولا بالقراءة الكف كمان بنشوف رسومات كتير حلوة، حبيت جسدها بطريقة فنية على الدريسز وطلع شيء كتير صراحة حلو، يعني something new، شيء جديد أول مرة بعمله وما كتير ناس يمكن طرقت له قبل بالموضة. مراد استخدم أقمشة المخمر الحريري والريش والجكار المنقوش المستوحى من فكرة المجموعة، والموسيلين الحريري والتير المطرز والجزار، وأقمشة فخمة تحاك عادة في عروض الخياطة الراقية. تصاميم بتبرز شخصية المرأة بطريقة أنه بتخلي البرسوناليتي تبعها، بس بتضيف added value لإلها. هذا اللي أنا بحبه بزهير. حضر عرض أزياء زهير مراد العديد من النجوم كلاعب كرة القدم البرازيلي ونادي برشلونة الإسباني دانييل ألفيش، الذي يرى أن الموضة وكرة القدم يتوازيان فكلاهما فن. الموضة هي فن تماما ككرة القدم وفن الطهي، كما كل مشاغل الفن، كل فنان له روحه وبصمته. نحن صحيح نقدم فنا رياضيا، لكننا كذلك نحب الفنون الأخرى. أنا معجب كثيرا بإبداعات زهير مراد وأحب جميع تصاميمه. هذا شرف لي أن أكون هنا اليوم، خطيبتي عارضة أزياء وتقدم قطعا على المنصة اليوم. أنا معجب كثيرا بعالم الأزياء وطرق تجسيد الأفكار المختلفة في فساتين الخياطة الراقية. وكما كل مرة يعرض مراد مجموعته الجديدة هنا في باريس، وتكسو منصة العرض أجواء فخمة وراقية، ليس فقط من خلال القطع التي تقدم، بل أيضا ديكور مكان إقامة العرض، كهذا القصر الذي كان سابقا مكان إقامة عائلة بوتوكي النبيلة البولندية، والذي سكنته أيضا الكونتيسة إيمانويلا بوتوكا. من عرض أزياء المصمم زهير مراد، ليث بزاري، باريس.